هل السلف الصالح تركوا القرآن وحفظ القرآن؟ إسكي نوبان سلف الصالح نوبان بغيرسي سيد تكي القرآن؟ لا. هل السلف الصالح كان يقرأ القرآن هكذا ولا يفهم منه شيء؟ إسكي بان نوبان سلف الصالح نوبان بغيرسي سيد تجلس لي القرآن كم سألوا بعشر مرات؟ لا. ماذا صنع السلف الصالح مع القرآن؟ في كل يوم تقرأ القرآن، يومي قراءة للقرآن، وفي كل يوم تصحح القراءة على الإمام، على مدرس القرآن. يعني لا تقرأ وحدك، لا، تأتي إلى الإمام تقول أصحح عليك القراءة. ثم تبحث عن تفسير مختصر، ليس تفسير مطول، في معاني هذا الكلام اللي تقرأ. بهذا تتصحح التلاوة وتفهم المعنى وتحفظ وتعمل بالقرآن. ما هي أهم سورة عندنا في القرآن؟ أهم سورة، ما هي أهم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأنها ركن من أركان الصلاة. أي خطأ في الفاتحة قد يكون سبب لبطلان الصلاة، تكون الصلاة غير صحيحة، باطل. إذن تصحح قراءة الفاتحة على الإمام، على المدرس، ثم تقرأ تفسير مختصر لها، ثم بعد هذا مثلا تصحح قراءة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. شيء فشيء حتى بإذن الله تتم القرآن. الله سبحانه وتعالى يعينك على هذا.